معالي رئيس الجامعة يهنئ باعتماد التصنيف السعودي الموحد للتخصصات التعليمية. قبول أكثر من 12 ألف طالب وطالبة على درجات البكالوريوس والدبلوم. رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يزور كلية علوم الرياضة. أعزائي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من جامعة الملك سعود نحييكم ونقدم لكم تفاصيل أبرز الأحداث والفعاليات التي شهدتها الجامعة خلال أسبوع. عقد معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بدران العمر اجتماعاً مع رئيسة الجامعة الإلكترونية الدكتورة ليلى كصفدي، بحضور كل من وكيل الجامعة الدكتور عبد الله السلمان، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد النمي، وعميد التعاملات الإلكترونية الدكتور عمر الصالح، وذلك لبحث التعاون بين الطرفين وبما يحقق المصلحة العامة ويدعم توجهات وزارة التعليم. بارك معالي رئيس الجامعة اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، جاء ذلك عبر تغريدة بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر. رفع معاليه جزيل الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين ومقام سمو لعهده الأمين على ما يقدمانه من دعم ورعاية للتعليم العام والجامعي، والشكر لمعالي وزير التعليم لتأييده ومتابعته. صرح عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور سعد بن عمران أن العمادة أتمت أعمال القبول لهذا العام الجامعي 1442 للهجرة وفقاً للأعداد والشروط التي أقرها مجلس الجامعة، وقد تكللت هذه الجهود بقبول أكثر من 12 ألف طالب وطالبة على درجات البكالوريوس والدبلوم والمشارك من خلال آليات وإجراءات قبول متطورة ودعم فني وأكاديمي متواصل، مفيداً أن القبول شمل مختلف شرائح المجتمع بمن فيهم ذوي الهمم، إضافة لتحقيق رغبات قبول الفئات التي شاملتهم التوجيهات السامية مثل أبناء الشهداء ومن في حكمهم. زار وفد من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع كلية علوم الرياضة والنشاط البدني، وترأس الوفد الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد، واستقبل الوفد وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور عبد الله الصغير، وعميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني الدكتور سليمان الجلعود، واطلع على كرسي أبحاث وزارة الرياضة ومركز ريادة الأعمال بالكلية، ثم التقى بقيادات الكلية ومنسوبيها في لقاء مفتوح، وأشاد بوجود مثل هذه الكلية في المملكة متطلعاً إلى التعاون بين اتحاد الرياضة للجميع والجامعة في المستقبل. تفقد وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الأستاذ الدكتور علي مسملي مقر عمادة التطوير بهدف متابعة سير العمل ومناقشة آليات تطويره بما يضمن دعم خطط التطوير المستمرة بالجامعة وتقديم خدمات متميزة لجميع الجهات المستفيدة من عمادة التطوير والجودة. وقد أثنى سعادته على جهود العمادة مؤكداً تزايد أهمية دورها لدعم الجهود التطويرية للجامعة. إلى هنا أعزائي، وصلنا وإياكم إلى ختام هذا التقرير، حتى نلقاكم الأسبوع المقبل، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.